تابعينا حلقتنا مع بي بوزيتيف مش مع فاميلي مع دكتور منى سنان مدربه ودكتور في علوم الوعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا. رح نحكي عن موضوع القوانين الكونيه، نجرب نفصل قد ما فينا شو هي ابرز القوانين الكونيه بالعلم يعني. وبشو بتحبي نبدا؟ اول شيء خلينا نفصل شو هي القوانين الكونيه. القوانين الكونية هي قوانين الطبيعة اللي الله وضعها في هذا الكون. يعني في كتير ناس بيتساءلوا بيقولوا هل الكون عبثي؟ هل الكون عشوائي؟ لا، أكيد الكون منه لا عبثي ولا عشوائي. الكون فيه قوانين طبيعة بتحكمه، وهذه القوانين إذا نحن فهمناها وعرفناها بنقدر إذا تمشينا معها وإذا طبقناها بالفعل حياتنا بتكون أفضل وأحسن ومنتجة أكثر ومنكون سعداء أكثر. حلو. وهي بتشتغل وذر نحن يعني إذا كنا من آمن فيها أو ما من آمن فيها، هي بتشتغل مثل قانون الجاذبية. يعني واحد ما في يرمي حاله من فوق ينزل يقول لا ما حيشتغل معي لأنه أنا ما بيوقع بيروح بقى. يعني قانون الجاذبية واحد من القوانين الفيزيائية المادية، لكن القوانين الأخرى اللي بدنا نحكي عنها هي شوي ميتافيزيكال، وهي قوانين غير ملموسة لكن نحن بنشعرها. يعني نحن all the time كل الوقت نحن شعارين إنه هي موجودة وعم نشوفها قدامنا. بتحكي عن الذبذبات، عن التوازن بالكون. صحيح. إذا بتحب نفصل هالمسألتين. أيوة. أنا برأيي أنه نبدأ بقانون التوازن. قانون التوازن من أهم القوانين، حتى حكيوا عنه كتير فيزيائيين منهم دكتور فاديم زيلاند، يعني هدول دارسين الفيزيكس حكيوا عن هيدا القانون. ليه مهم جدا؟ لأنه كل شيء بالكون قائم على التوازن. شوف الشمس متى بتطلع متى بتغرب، شوف أنه بالكون بتحس في حالة توازن وانسجام كتير كبير. وبالتالي كما في الطبيعة في توازن، كذلك نحن بحياتنا إذا كنا خلينا بالتوازن. يعني حأعطيك مثل على ذلك، إذا إنسان تعلق كتير بشي بشخص، هيدا الشخص بتعلق بضله بيحكي عنه بضله بيقول هيدا ممتاز هيدا، آخر شي حيلاقي ردة فعل سلبية من هيدا الشخص، لأنه بتجي قوة التوازن أو قوة الطبيعة اللي فيها توازن بترجعه للاعتدال للوسطية. فمشان هيك المهم أنه نحن نكون متوازنين بأفعالنا بكلماتنا بمشاعرنا، وخاصة المشاعر، لأنه المشاعر هي مفتاح لكل شيء بهالحياة. كل ما كنا متوازنين أكثر كل ما شفنا نتائج طيبة أكثر. يعني ما ننفعل زيادة وبنفس الوقت ما نكون باردين جامدين، ما ناكل زيادة، دائما نكون بالوسط بالخط الوسط، لأنه هون بنكون حافظنا على التوازن وبنمنع قوة التوازن أنه تجي. لأنه قوة التوازن شو بتعمل؟ بتعطيك حدث سلبي لترجعك للتوازن. فبهالشكل هيدا إذا حافظنا على قانون التوازن حنلاقي أشياء كتير حلوة بحياتنا، وحتضل حياتنا ماشي إن هارموني بتناسب، يعني متجانسة، في دايما إيجابيات، في دايما ما في مشاكل كتير، لأن المشاكل أكتر شيء بتجي من الإخلال بقوة التوازن. يعني هون بتكون الطبيعة ملهمة للإنسان، يعني الأرض بكيفية دورانا، الفصول، الحياة، حتى يعني كيف إذا منراقب النبات كيف حياته منشوف قديش في توازن وفي الأشياء هيك كأنه في ستاندرد معين. Exactly. بتعطي راحة بعتقد كمان طبعاً، يعني بتريح. لما يكون الإنسان حياته متوازنة يعني بيصير مرتاح وقادر يعطي أكثر 100%، وما بعد بيصير عنده مشاكل كتير. واحد بضله مركز كل الوقت على شغله، عمل 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 عمل، ما بيعطي وقت لعائلته لنفسه، تجي قوة التوازن بتخليه يمرض لحتى إجباري يقعد بالبيت ويرتاح. يعني هيك بهالشكل بتشتغل. بقد ما فينا خلينا محافظين على التوازن. يعني بيكون في يعني بمعنى بس نفسرها أكثر بطريقة علمية، إنه إذا الإنسان تخطى هيدا التوازن بصحته، ركز على شيء أكثر، تعب بمطرح، الجسم بده يتفاعل لأنه يعني ظهر من الستاندرد يلي الجسم بيعطيه، من التوازن اللي بجسمه بالطبيعة اللي هي بتقله خليك متوازن. إذا أكل كتير 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 وشو بصير فيه؟ بيمرض. إذا عمل جهد كتير كمان بيمرض. إذا ضله يحارب الآخرين ويعمل مشاكل بتجي ردات فعل كتير سلبية. ما بعد حدا يعني دايما دايما خلينا محافظين على
قانون التوازن law of balance اللي هو أنا برأيي من أهم القوانين، لكن كمان في قوانين أخرى. هون في كتير مفاهيم بتدخل مع بعضها كلها، بعتقد الفيزياء والإيمان والمبادئ العامة، يعني شو بيزرع الإنسان بيحصد بكل مطرح، مش هيك؟ يعني عم نحكي عن الأعمال، عم نحكي عن المشاعر، عم نحكي عن دورة كاملة بحياتنا. طبعا ما هو في كتير قوانين، شيء بنعرفه شيء ما بنعرفه. يعني عندك قانون السبب والنتيجة اللي انت هلأ حكيت عنه، انه نحن اللي بنزرعه بنحصده. لما انسان وصل يصير طبيب او يصير مهندس او يصير شو ما كان، هو درس في طريقة معينة، في سيستم، وما صار من فراغ. مهمة هون كل شخص يشوف انه اذا بده يكون انسان ناجح يعرف الناجحين شو عملوا، لانه في طريقة معينة ليصير ناجح. والفاشل نفس الشيء، بقى هو شو بده يختار؟ بده يختار النجاح، بده يختار السعادة، بده يختار الثراء، بده يختار الوفرة، بده يشوف الآخرين شو عملوا، لأنه قانون السبب والنتيجة بيقول له أنت ما رح توصل إلا ضمن تعمل أسباب معينة لتوصل. هلأ في حالات استثنائية ممكن الإنسان يوصل بدون ما يعمل كتير، بس هيدي استثنائية جدا. لكن بشكل عام في قوانين معينة، أسباب معينة، في أسباب قد نكون نحن بنعرفها، في أسباب ما بنعرفها. يعني أنا حأعطيك مثل بسيط. افترض أنه اليوم بمكان ما صار مشكل كبير، أنه واحد فات بمشكل وصراخ وعصب وكذا، بيتفاجأ بعد فترة معينة حيصير حدث سلبي. فإذا في أسباب لكل شيء، مشان هيك طالما نحن وعينا بهالقانون، قانون السبب والنتيجة، بنزرع الأسباب الجيدة لحتى نحصد نتائج جيدة. ممتاز. بتحكي عن قانون الذبذبات. الذبذبات هيدا قانون كثير مهم كمان، لأنه كل شيء بالكون وأثبت العلم هو عبارة عن vibes. أفكارنا vibes، كلماتنا vibes، مشاعرنا vibes. بقى حتى الخلايا بجسدنا لما شافوا بالمايكروسكوب وبالمختبرات وجدوا أنه هي تتذبذب الخلايا، يعني مش ساكنة، كله متذبذب. وبالتالي هالذبذبات هيدي قد تكون إيجابية قد تكون سلبية. حتى الكلمات، صدى الكلمات، نحن بنعرف انه كل صوت له صدى، وبالتالي هيدا الصدى اذا بدك يكون ايجابي حتى الكلمات ما بتروح. كلمات اللي منقولها، مشان هيك بقولوا صلوا، لانه الصلاه هي كلمات جيده مباركه بتوصل للاثير وبتوصل لاماكن معينه، وهي بتبارك الانسان. فاذا الانسان كل ما كانت كلماته طيبه اكثر، كل ما كان الصدى افضل لإله، كل ما كان سلوكه ومشاعره نحو الاخرين افضل، كل ما كانت كمان بيجي مثله، لانه ما في شيء هيك عبث، كل شيء الانسان بيزرعه حيحصده. فبالتالي قانون الذبذبات من القوانين الكتير مهمة. حتى هلأ الموسيقى إلى ذبذبات، وعم بيعالجوا بعض الناس بالموسيقى، بموسيقى معينة، بفريكونسي معينة، ترددات معينة. فقديش حلوة أنه نسمع موسيقى حلوة، موسيقى مثلا بالكنايس، موسيقى هالموسيقى اللي بتعطيك طاقات إيجابية، لأنه هيدي كلياتها بتزبط ذبذبات الجسم، بتظبط ترددات الجسم، بتصير على فريكونسي معينة إيجابية، حتى في طاقة شفائية. حلو. حلو. يعني هون لما بنقول إنه الموسيقى بتشفي هالذبذبات، هيدا يعني علمياً مثبتة. ترددات معينة، فريكونسي معينة، هالفريكونسي بتظبط كتير أشياء بالجسم. أنت شوف لما أنت مثلاً تسمع أشياء موسيقى ناعمة، شوف قديه بترتاح نفسياً. طب هيدي الراحة النفسية ما حتنعكس على جسدك؟ أنا بشوف الموسيقى والترددات والأصوات مهمة مثل الأكل، لأنه بتزبط لي جسمي، بتزبط لي الفريكونسي. فكل شيء بالكون ترددات وذبذبات، بدنا ننتبه لأكلنا، لأنه حتى الأكل فيه ذبذبات. إجوا قاسوا، عملوا قياس للذبذبات الفريكونسي تبع بعض الأطعمة، وجدوا أنه الفريكونسي مثلا تبع الخضار كتير عالية، الخضرة. مشان هيك مهم ناكل خضار كتير، مهم ناكل فواكه. وجدوا الفريكونسي تبع الجانك فود كتير منخفضة، لأنه جسمنا نحن على فريكونسي معينة. هذه الفريكونسي إذا نزلت كتير بتحصل الأمراض. بقى أنا دايما بدي حافظ على ذبذبات مرتفعة، حتى إلها علاقة بقانون الجذب، لأنه أنا كيف بدي أجذب لحياتي أحداث إيجابية إذا كانت ذبذباتي منخفضة. ذبذبات منخفضة على مرحلة الغضب، على مرحلة الحقد، على مرحلة الغيرة، اللي هي كل الأديان قالت لنا ابعدوا عنا. المراحل الإيجابية هي مرحلة التسامح، الحب، السلام، اللي حكى عنها دكتور ديفيد هاوكنز بسلم الوعي، اللي هو مراحل الوعي. كل ما الإنسان علي وعيه، كل
كلمة علي تذبذباته، كلمة علي صار على درجة البهجة والحب والسلام اللي وصلوا للأنبياء والقديسين. هون تعطي حكمة كمان، تعطي حكمة طبعا، ما هو كلمة، ما هي درجة الحكمة درجة عالية من الوعي اللي هي بيوصل العلماء كمان، لكن درجة السلام والحب أعلى من الحكمة. حلو حلو. هون الإنسان ساعتها بيعبر بالحب بعتقد للآخر للمختلف، بيصير يعني بيقولوا كوني طبعا شيء. طبعا بصير الإنسان الكوني. الإنسان الكوني هو الإنسان اللي بحب الآخرين وعنده سلام داخل نفسه وعنده سلام مع الآخرين، ما بيحكم. وعنا نماذج كتير يعني، يعني مثل مثلا في عندك القديسين، القديس شربل، مادر تيريزا، عندك الأنبياء، عندك يعني أنا حتى بشوف كمان بعض اللبنانية الفنانين فيهم مثل الشحرورة صباح الله يرحمها، كانت إنسانة كونية، حتى كانت إنسانة بتحب الآخرين، غنت لكل شيء، حبت كل شيء. بقى هو الإنسان كل ما كان عنده هالبهجة والفرح والتسامح والسلام، كل ما قدر أنه يرتقي بوعيه وكل ما قدر أنه يجذب الحب لحياته. وانتبه هون بصير شيء كتير مهم، نوايا الإنسان تتجلى بسرعة أكتر كل ما ارتفع بوعيه بالمحبة وبالسلام. بصير عنده صفاء، بصير عنده صفاء ذهني ووضوح، وبتصير طاقته قوية، طاقته قوية أنه يقدر، حتى بصير عنده كاريزما قوية. مش هناك بتشوف ناس مرات بفوتوا على مكان بيكون في 200 شخص، بيدخل هو المكان كلهم بيتطلعوا، يعني طاقته بتأثر أنه كلهم يتطلعوا فيه، يكون عنده هالطاقة القوية، هالكاريزما القوية، مش القوية بمعنى العنف، لأ القوية بمعنى أنه صافي ونقية وجاذبة للآخرين. يعني والإنسان حكماً بده ينجذب لشخص عنده هالسلام وهالصفاء، لأنه هو الإنسان 100% باحث بحياته عن 100% الصفاء والسلام. أكيد كل إنسان، كل إنسان يبحث عن الصفاء والحب، حتى لو كان بشكله الخارجي بتصرفاته في عنف، لكن داخله في طفل، وهيدا الطفل بده يفتش عليه ليوصل بسلام معه. فإذا نحن مهمتنا كمان أنه نرجع لداخلنا، لأنه الداخل أقوى من الخارج، والخارج انعكاس للداخل. وهون بروح على قانون الانعكاس، كل شيء منشوفه بخارجنا انعكاس لداخلنا. النقطة كتير مهمة عن الطفل اللي بداخلنا، ودايما منقول أنه ما لازم نخسره، لانه متى ما خسرناه صرنا بوحشه جواتنا، مش هيك؟ 100%. هيدا الطفل هو اللي قادر يجددنا، هو الحافز لحتى يعني ينقينا من كل شيء سيء لبستنا اياه الحياه، مش هيك؟ 100%. لانه الطفل الداخلي هو الطفل، بس انتبه قد يكون في بعض الاحيان الطفل مجروح. فهون اذا كان الطفل مجروح بده يحاول قد ما فيه انه يلجأ لحدا يساعده لينقي هيدا الطفل ليرجعه. ومشان هيك بنقول له نحن دائما نعمله اتصال داخلي مع طفلكم الداخلي، مع السلام الداخلي، ركزوا على الداخل اكثر من الخارج، لانه الداخل اذا كان منيح الخارج حيكون منيح. ممتاز. في اي كلمه بختام لقائنا هيك اذا بدك سانتاز لكل شيء حكيناه نقدر نقدمها للناس اللي عم بتتابعنا؟ نحن بنقول دائما انه دائما الانسان يبحث عن السلام داخله وخارج وخارجه، بس داخله أكثر، لأنه كل ما كان في داخله حب أكثر. وهون الحب لا يعني أنه يكون غبي، يكون يعني متسامح بعقلانية مثل ما قلت بحكمة. كل ما كان أكثر، كل ما زرع خير حيلاقي خير. بقى خلينا نزرع خير قد ما فينا، خلينا نطلق نوايا حلوة، وخاصة هلأ جايين على أعياد مجيدة وجايين على رأس السنة وعلى سنة جديدة، خلينا قد ما فينا نزرع حب ومحبة وننوي لبلدنا الحلو أنه يضل بأحلى حلة، وننوي أنه الخير والسلام يكون فيه، لأنه النوايا الجماعية لها تأثير كتير كبير أكثر من النية الفردية. هيدي كمان قدرة الصلاة، مش هيك؟ طبعا نصلي، زي حجبان نصلي وننوي ونصلي أكيد، يعني بالفعل وبالنية، بالفعل وبالنية أكيد، كله بيتكامل مع بعض. مريم بالنية، شكرا كثير على هالحلقة اللي فيها كثير من الصفاء والسلام، وإن شاء الله كل الناس تقدر تعيش بسلام وفرح وما حدا يهدد لها السلام. الله يخليك إن شاء الله. ثانك يو لك وثانك يو لقناة الأم تي في، ميرسي كثير. شكرا دكتور منى سنان، مدربة ودكتور في علوم الوعي، أهلا وسهلا فيك معنا. نحن رح نتابع حلقتنا مع إيت سمارت، خليكم معنا.